بصراحة كابتن خالد، في اختلاف كبير جدا في قطاع الناشئين خلال الفترة الأخيرة. يعني الموسم الماضي عدد كبير من البطولات، في ظل ان معروف ان قطاع الناشئين في النادي الأهلي اهم ما يميز قطاع الناشئين في النادي الأهلي الحقيقة هو صعود لاعبين للفريق الأول، او ان انت يبقى عندك مجموعة من اللاعبين يبقوا موجودين تحت امر الفريق الأول. ولكن تطور كبير جدا وواضح في ظل طبعا اللي بيحصل خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا. والله يا كابتن اسلام، لسه احنا كمان يعني ده مش طموحنا، يعني لسه في حاجات كتيره قوي احنا بنجهزها واشتغلنا عليها، ان شاء الله هتشوفوا اسماء كتيره في الفتره الجايه دي مختلفين بعد ما بياخدوا الشغل. بس عارف قطاع الناشئين ده سنين طويله انت بتبني وبتجهز الولد عشان يقدر ان هو يبان بالصوره الجيده. احنا السنه طبعا عملنا موسم، كان موسم محترم جدا، يعني نافسنا على كل البطولات وخدنا بطولات كانت مهمة جدا، وفي بعض من اللعيبة ظهروا بشكل كويس. النهارده مصطفى مخلوف استدعى للفريق الأول 2003، فأنت لا عندك مجموعة من اللعيبة يعني ماشيين في الطريق اللي احنا راسمينه، وإن شاء الله كمان يعني أنا بقول لك إن قريب جدا هتسمع أسماء كتير قوي من ناشئين النادي الأهلي سواء في الفريق الأول او في المنتخبات طبعا بشكل اوضح واكبر. يعني طمن جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ان في حاجات كتيره قوي كويسه بتتجهز، بس لازم تاخد وقتها عشان لما تظهر تبقى بشكل يعني بشكل يليق بتيشيرت النادي الاهلي. الموضوع ده موضوع سهل، طبعا موضوع صعب جدا 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 ان انت تعمل لاعب للنادي الاهلي، ممكن تعمل لاعب لاي فرقه لاي نادي. كل الانديه عندها يعني عندها براح ان هي تقدر تعمل لعيب صغير، ما هتخسر ايه؟ ما عندهاش حاجه تخسرها يعني. صحيح. انما انت عشان تعمل لعيب بيلعب في النادي الاهلي بيلعب مباراه زي مصطفى شوبير بيلعب نهائي افريقيا، ما تهزش. ده صح. لعيب اخد شغل واخد حاجات كتيره ده جدا لو مش من الناشئين في النادي الاهلي اعتقد كانت الامور هتبقى مختلفه. صحيح. هو ده اللي احنا بنقوله. واحد زي عبد المنعم، انت بيلعب في نهائي افريقيا مواليد تسجيل، انت بيأدي بشكل عامل ازاي والتطور اللي حصل لعبد المنعم، وانت بتشوف اللعيبه واقفه على رجليها بشكل كويس جدا. ده لو ما كانش بيتأسس كويس واخد شغل كويس ما كنتش لاقيه في المواقف الصعبه دي. لا صحيح. ثابت مصطفى شوبير، انت بتدي له مباراه نهائي افريقيا ال 50,000 متفرج واكثر، بطولة صعبة جدا في مباراة صعبة جدا، انت بتشوفه واقف اسد في الجول، مفيش صح. اي حاجة ولا تحس ان هو ما كانش بعيد، ده تحس ان هو اخد بيلعب بقاله 5 6 سنين اساسي في الفرقة. هو ده اللي احنا بنتربي عليه لعيبة النادي الاهلي، ان هو يتحط في اي موقف يقدر ان هو يبان بالشكل. مش كرة قدم فقط، يعني ده اللي او ده المهم، ان كرة الناس فاكرة ان الكرة او اللعب في النادي الاهلي هو المستطيل الاخضر فقط. لا لا طبعا، المستطيل الاخضر ده يعني تبقى اخر، يعني اخر لقطه زي ما بيقولوا كده، ده اخر حاجه. انما ده لا طبعا، في شغل كتير بيشتغل على الولاد عشان يقدر يبقى لاعب النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يقدر يتعلق بيه. انت بتتكلم يعني طبعا لعيبه النادي الاهلي كلهم مميزين، يعني طبعا بنبارك طبعا لجمهور النادي الاهلي على البطوله ال 11، بس انت يعني لما بتتكلم انت بتبص يعني تشوف عبد القادر، تشوف يعني انا بتكلم على اللي هم طالعين من الناشئين في اخر فتره، عبد قادر، عبد المنعم، مصطفى شوبير، كوكا. يعني انت يعني احنا شغالين دلوقتي خلال فتره صغيره ان شاء الله هتلاقي مجموعه كبيره جدا من ناشئين النادي الاهلي جوه التيم الاساسي للنادي الاهلي ان شاء الله.